جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من القصيم إحدى الأخوات المستمعات تقول فا شين ميم عين، تسأل عن محظورات الإحرام وبالأخص استعمال الصابون ذي الرائحة وأيضا الكريم وما أشبه ذلك، هل يؤثر ذلك على الإحرام أو لا؟ من محظورات الإحرام مس الطيب، فالمحرم لا يجوز له أن يتطيب ولا أن يمس طيبا ما دام محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يتطيب لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت عليه الصلاة والسلام. ولما توفي أحد أصحابه معه واقف في عرفة قال صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه، وقال في المحرم ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران. كل هذا يدل على أن الطيب ممنوع على المحرم ما دام محرما. وأما الأشياء المطيبة كالصابون والأدهان المطيبة هي أيضا يتجنبها المحرم إذا كانت تظهر منها رائحة الطيب، لأنها مصحوبة بطيب وتظهر منها رائحة الطيب إذا مسها المحرم فيتجنبها، كالصابون المطيب والأدهان المطيبة تجنبها المحرم. أما الصابون غير المطيب والأدهان غير المطيبة فلا مانع من استعمال المحرم لها. نعم.